ينجمع من نوع المكسرات الذي هنا جمعناه وكسرناه لكم، وجمعنا الفواكه الجافة ناشفة والسمسم والعسل ودهن الزيت. أعزائي المشاهدين، مكسراتنا قليناهن جهزت، بعدين الفواكه المجافة نضيف عليها المكسرات حتى نقليها معها. لازم النار تصير هادية حتى لا يحترق. جهزت، بعدين نضيف السمسم. السمسم نقليه مع المكسرات والفواكه الجافة. جاهز، بعدين نضيف العسل عليه. أعزائي المشاهدين، ضفنا العسل، وبعدين النار لازم تصير هادية حتى لا يحترق. أما الفرد نكتة، أريد أقول لأعزائي المشاهدين، من بعد ما المكسرات حمستهم قليتهم، بعدين لازم تخلينا فر الصينية نسفنا يطلع القشر ماله، حتى الحلوية لا تصير شوي بها مرورة. الحلويات جاهزة، بعدين هسه نضيف دهن الزيت. أعزائي المشاهدين، من بعد ما بردت هاي نوع الحلويات لازم نخليها بالثلاجة حتى تبرد. إن شاء الله تعملونها ببيوتكم، تأكلونها بالصحة والهنا. هاي نوع الحلويات جهزت ونخليها بالثلاجة مدة ساعة، ساعة إلا ربع، تجمد شوية، بعدين تقدرون تستفادونها ببيوتكم، تأكلونها بالهنا والعوافي ويا شاي ولا قهوة. تقدرون تستفادونها تعلونها لأطفالكم.